كفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مصابيح هدى، واجعلنا شراعات هداية، واجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر، آمين يا رب الجن والبشر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه. الآن نذكر هذه الآية الكريمة بنفس سورة موسى. وقد نزل عليكم، أي الله، في الكتاب، يعني في القرآن، أن إذا سمعت ما يرمون القرآن، ما يدعون أن لهم الآلية في علاقتهم بالقرآن، فلا ليس لهم نصيب إلا إذا كان رجعوا إلى ربهم هنيئا لهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، هي علامة الألوهية والربوبية. إذا كان قيت جماعة ما لا تملح، هذه الدنيا في ربي، السماوات الدنيا في ربي، تاريخ أنا تاريخ عندكم الدنيا في ربي، هنا سخرية. وش معجزة قال شق القمر، ولا معجزة من انهمر الماء، ولا معجزة أن انفلق البعض 12 مثلا. ليه تقعد يا خرايط؟ لا يقول انا الكرب، لا يقول انا ترى خلت من بيوم. ها يعني السطير الاولين اللي حاجه اللي خوفوا من قبل سطوها في كتب اوراق لا قيمه لها علميه، قالوا هكا حكوا رسم، قالوا لا يا سيدي، المعجزه تبقى معجزه، المعجزه الكبرى هي شهيده. لماذا الحاجة أنك مستعد مرة مرة المعجزة وما تحسبوهاش بكل وما تزوروهاش بكل؟ وعلى دائما المهمة هي التعريف بالمعجزة الخالدة. وينكم أنت؟ ربي شو يقول؟ من حبي يتملقط في القرآن ويتعلم من على القرآن، قل ربي أعلى قلنا وقد نزل عليكم الكتاب. من نزل؟ بكل ما نزل. قال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، كلكم أنتم بسكيفة الأسل مع المنافقين من أدعياء الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودية، كلكم أنتم في الترقية. قال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، أي لا يعترف بها ويستهزأ بها، تغامزوا وتضيع خوها المجر، وانا ارى فيكم كلكم لغتكم لغة ناس لا اصل لهم مع العربية، هي لغة القرآن لا اصل، هذا كي يتكلم ما يوصلش للمقصد، لانه يتكلم بناس يمقتوها اللغة، مش يمقتوها لذاتها، يمقتوها لمن يستعملها لانه لا قيمة له، سواء كان اصلي نصوص اونجلي نصوص ولا الملصق، وكثير ما هو، والعياذ بالله، والعياذ بالله، احنا نمر اللغات كلها من معجزات الله، ومن نعم الله، ونستعملها كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام، من تعلم لغة قوم أمن الشيطان. أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. احنا مش في مقاطعة، لكن مقاطعة حينية لضعف المال حتى يخوضوا في حديث غير، قد لازم يكون حديث فلسفي في فائدة، علمي في مزيد من هذه العلوم، حتى يخوضوا في حديث غير إيه؟ إنكم إذا مثلهم، إذا كان بقيت، وحنا ما فيكم بقيت، وشدوا فيهم شادين والله العظيم تعبوا فيهم عبادة، هذا مبهور لي في الفلاني الانجليزي والاخر الالماني والاخر الفرنساوي والاخر الياباني، ما مبهوري اما محمد عليه الصلاه والسلام ما يبهركمش، والصحابه الكرام عليهم السلام ورضوان الله السلام ما يهمكمش، لكن الراعي الاول حتى من يدعي الاسلام ماهوش مهتم به، كل عمر ورغم كل عبد الله بن كذا، الناس قولوا رضي الله عنه او عنهما،
عنهما ابن عمر عنهما. انتوا كل الاحياء انتوا حتى صلوا على بيكم صلاه وين مش تحبوا توصلوا بالاستغفار هذايا وعرفتكم كم من مره وليوصلوا التعبير والنزال اللي هو ملا ماشي في الطريق القديم من يوم كلفته وهو ما يكون كلفي ما يجبش كل اهل القران العظيم وللرسول الكريم عليه الصلاه والتسليم. توكلوا صلاه شبيه يلعب معاك النبي عليه السلام حتى تاكل باسم الجلاله تجيك انت النهايه من صلى الله عليه وسلم ما عادش عندك حتى اجر لان لا معنى لا صلى عليه وسلم من هو؟ الله الذي يصلي ويرحم ويزيد الخيرات ويزيد العطاءات. لذلك يقولكم دفوم في الموت وقولها الولي انا ما عادش عندي حق نقولها لبعض الاشخاص اللي رجعوا لرحمه. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلتم اي مكرتم. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. احلاها الشرقه مع الجماعه خلاعه ولكن في جهنم كيف تكون الخلاعه؟ ايه انتوا خلعتوا الدين خلعتوا وتمتعتوا بعتاب اعداء الدين خلعوا رؤوسكم يا مسلمين والسلام على من اتبع هذا الدين بيقين.